مشاهدينا الكرام، بجدد التحية على حضراتكم. ودلوقتي وصلنا لمعاية فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. هيشاركنا النهاردة لقراءة أهم الأخبار والصحف النهاردة الأربعاء 27 سبتمبر ضيفي الكريم الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. صباح الفل دكتور مختار، وكل سنة وكل لحظة حياتك طيب وبألف خير. صباح الخير عليك وعلى مشاهديك، وأنا سعيد أن أكون موجود معك النهاردة. أشكرك دكتور مختار، ورب إن شاء الله كده أيامنا كلها أعياد ومصر بلدنا والأمة العربية والإسلامية بألف خير. وهنستهل جولتنا مع حضرتك والسادة المشاهدين بالاحتفالية الأبرز، وهو الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر. نستهل جولتنا بهذا الخبر، حيث استقبل أمس الآلاف من الشباب والحاضرين في استاد هيئة قناة السويس الرئيس عبد الفتاح السيسي بالهتاف ورفع الأعلام وتبادل التحية مع الرئيس. واحتشد الآلاف في استقبال للرئيس السيسي فور وصوله استاد هيئة قناة السويس للاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر. وخلال كلمته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تواصل العمل في كل القطاعات بجانب مجابهة التحديات مثل الإرهاب وتحقيق الاستقرار للدولة. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 100 مدرسة جديدة والتعاون مع القطاع الخاص بمواصفات مميزة تدخل الخدمة خلال عام من الآن بتكلفة 15 مليار جنيه. كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببحث مضاعفة قيمة الجوائز للأبطال الرياضيين قائلا: عاوز دعم للأبطال الرياضيين، فكر وادرس ونزود المستويات المعنية ويتم مضاعفتها للأبطال وشباب مصر. أيضا كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر باستاد هيئة قناة السويس. وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية لأوائل الخريجين عقب تكريمهم ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر. الحقيقة دكتور مختار، امبارح كان يوم يعني كده احتفاء بالتعليم والبحث العلمي والشباب والمتفوقين، وكان رفع معنويات كبير جدا. ويمكن للمرة الأولى بنشوف يوم بيجمع كل المتفوقين من جامعات مصر في تقليد إن شاء الله بعد كده يكون يعني سنة حسنة كده زي ما بنقول. صحيح. والحقيقة امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في رسائل عدة، من بينها إن طبعا إن الدولة أولت للتعليم يعني أولوية خاصة بجانب مجابهة الإرهاب، وكان الاثنين ماشيين بالتوازي. أيضا تحدث على فكرة الجامعات التكنولوجية، التعليم الفني، الدعم المقدم من قبل الدولة المصرية. في إطار هذه الرسائل دكتور مختار، كيف تابعت هذه الاحتفالية؟ والحقيقة كان يعني مشهد كده خريجينا كان مشرف جدا. صحيح. شوفي هقول لك حاجة، كل الدول التي أصبحت رقما مهما على نطاق الدولة والنطاق الإقليمي لم يتأتى إليها ده سوى بالتعليم. ده النموذج الأساسي. وشوفي النموذج الياباني أو النموذج الألماني أو النموذج السنغافوري أو الماليزي أو غيره من هذه النماذج. تركيز على التعليم أو بحث توجه التعليم من جديد، خصوصا أن كانت إشارات سيادة الرئيس بأنه التعليم الرقمي أو التعليم التكنولوجي أو الجامعات التكنولوجية هو ده التوجه الجديد، بعيدا عن التوجه التقليدي اللي ألفته الكثير جدا من الأسر المصرية. وحتى سيادة تركز أنه وسائل الإعلام عليها أن خلال المرحلة اللي جاية نتركز على هذا الموضوع، تبدأ تتكلم عن الجامعات التكنولوجية والجامعات الرقمية، وبعيدا عن الكليات التقليدية اللي بتبقى الفرص العمل بالنسبة لها، لأن هو ده سوق العمل دلوقتي محتاج ده يا دكتور مصطفى، وان دي فرص صعبه. الامر الثاني الحقيقه اللي لفت نظري انه مساهمه صندوق تحيا مصر في بناء 17 جامعه تكنولوجيه على مستوى مصر، نص التكلفه ونص التكلفه و50 مليون جنيه كمان لدعم مبادره المبتكرين برضو من صندوق تحيا مصر. ده حقيقي. الجزء الاهم والحقيقه وبرضو لفت نظرنا هو لقاء سيادته مع وزير الشباب. لانه احنا الفتره اللي فاتت ديت شفنا نجوم كثير جدا من الشباب المصري في تخصصات رياضيه مختلفه خطفتهم دول واصبحوا الشريف. بيلعبوا باسمها والاخر من هذا القبيل. انا متصور ان ده توجه حميد جديد. اذا اردنا ان احنا نتفوق ونخلق لنفسنا قيمه كبيره على نطاق الدوله، خصوصا في المجال الرياضي اللي الى حد كبير جدا نجوم ساطعه
الان تلعب باسم دول على النطاق الدولي والنطاق الاقليمي وهم في الاصل مصريين، خصوصا ابطال الالعاب الفرديه يعني. صحيح. عشان كده كانت لفته مهمه جدا من سياده الرئيس بتوجيه وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي بان هو يزود من المكافآت الماديه والدعم بشكل عام للابطال الرياضيين. ده حقيقي ده حقيقي، وانه فده توجه، انا من وجهه نظري توجه جديد في ظل الجمهوريه الجديده وفي ظل بناء البنيه التحتيه. تنطلق معاكي هذا التوجه الجديد من خلال الجامعات الجديده ومن خلال توجه التعليم الجديد اللي الى حد كبير جدا انا متصور انه بالتركيز الاعلامي عليه خلال المرحله القادمه هيكون في شكل من اشكال التوجه. نقطه كمان يا هند لفتت نظري مهمه جدا، وهو اتاحه الفرصه للدراسه للجامعه اللي انت بترغبيها ومعاها جامعه ثانيه جنبيها. يعني من الممكن انك انت تدرسي الطب وممكن تاخدي الهندسه جنبيها، ودي مساله الحقيقه انا من وجهه نظري كانت جميله جدا. ليه؟ احنا شفنا كثير جدا من المتخصصين والبارعين والنابهين ما كانوش في التخصصات الدراسيه الخاصه بيهم. شفنا دكاتره لكن كان فنان مبدع بدرجه كبيره جدا. مزبوط. وترك الطب والى حد رغم ان درسه الطب شغفه في المنطقه دي غير دراسته. صحيح. وهكذا. فانا متصور ان ده توجهات كلها جديده هنستفيد منها خلال المرحله القادمه، وهيكون في توجه للدوله ليها والتركيز عليها خلال المرحله بكل القادمه. بكل تاكيد دكتور مختار. وايضا كان في نقطه مهمه السيد الرئيس تحدث عنها، وهي فكره تدريب المعلمين داخل الاكاديميه العسكريه، وان ده تاهيل للمعلم بقى بدنيا ونفسيا، وفكره قيم الانتماء والولاء اللي هيغرسها في ابنائنا والاطفال بشكل عام في المدارس. ايضا النقطه دي اشار ليها في حديثه لي مع وزير التربيه والتعليم خلال جلسه بناء الانسان. فدي ده حقيقي. هو في الاول وفي الاخر عايز شكل من اشكال الانضباط والالتزام. وهو سيادته بيرى ان الانضباط والالتزام ياتي من خلال المؤسسه العسكريه اللي الى حد كبير جدا تستطيع ان تساهم بالتوازي مع المؤسسه التعليميه في بناء الطالب والمواطن السليم والصحيح. بكل تاكيد، وزي ما بنقول دايما بالعلم والمعرفه بتحيا الاوطان، ولسه مستمرين مع حضرتك والساده المشاهدين في صحيح. تغطيه فعاليات هذا الاحتفال، حيث ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي جوده التعليم والتنافسيه في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي باعضاء المجلس الاعلى للجامعات ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر. واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الى شرح من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعه القاهره عن الجهود المبذوله لرفع تصنيف الجامعه في المؤشرات الدوليه. واكد الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان تكلفه تطوير التعليم الجامعي خلال التسع سنوات الاخيره بلغت 180 مليار جنيه في مئات المشروعات. وبعد ان اعلن وزير التعليم العالي حاجه مصر الى 17 جامعه تكنولوجيه جديده بقرابه 600 مليون جنيه، عقب الرئيس مستعد ادخل اشارك في بناء ال 17 جامعه ويساهم صندوق تحيا مصر بنصف القيمه والحكومه تدفع نصف القيمة الأخرى. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي حجم الإنفاق للبنية الأساسية التحتية في التعليم كان كبير جدا، ومطلوب أن يكون الرأي العام منتبه لما تفعله الحكومة ليدرك الناس حجم ما يتم فعله وتنفيذه على الأرض. وقال رغم كل التحديات لم نتوقف، ولو أجلنا البناء والتعمير لحين الاستقرار كانت ستضيع الفرصة على مصر. أنا فاكرة النقاش اللي يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دخل فيه في هذا الأمر تحديدا دكتور مختار، وقال إن إحنا صرفنا يعني بقيمة البنية التحتية للمؤسسات التعليمية عموما، طبعا ده غير بقى وناهيك عن التشغيل نفسه لهذه الجامعات المختلفة، خاصة إحنا بقى عندنا توسع كبير جدا في الجامعات الأهلية، الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة. إحنا بنتكلم يعني من تسع سنين كنا بنتكلم على عدد جامعات قليل، دلوقتي بنتكلم على 92 جامعة متنوعة وقطاعات مختلفة وموزعة حتى على محافظات الجمهورية. سيادة الرئيس قال لو كنا اتأخرنا شوية بقيمة الجنيه كمان دلوقتي ده كان هيكلفنا كتير جدا جدا، عشان كده فكرة الإسراع في التنمية والاهتمام بالمجالات المختلفة بالتوازي طبعا مع التحديات اللي بتواجه مصر كلها. كيف تابعت هذا الأمر وأهمية فكرة التنوع في الجامعات دكتور مختار، كيف تراه وتأثيره على الشباب عموما في كل أنحاء مصر؟ صحيح. شوفي التنوع اللي لفت نظري بناء على هذه الجامعات اللي احنا أشرنا عليها في بداية حديثتي معاكي هي المراكز البحثية اللي هتكون بجوار هذه الجامعات. يعني شوفي جامعة هارفارد
في الولايات المتحدة الأمريكية أو غيره من الجامعات العالمية، المراكز البحثية أصبح جزء من آليات عمل الجامعة، بياخد الناجحين أو المتفوقين من الطلبة ويبدأ يأهلهم من خلال المراكز البحثية للإبداع والابتكار وغيره من هذا الأمر. أنا متصور أنه توجه الدولة الجديد ناحية الجامعات التكنولوجية خصوصا 17 جامعة اللي أشار إليهم سيادة الرئيس هيكون من داخل هذه الجامعات المراكز البحثية اللي احنا بنتكلم عنها، والتجارب احنا اشرنا اليها سابقا وبنعتها، التجارب على نطاق الدولة ونطاق الاقليمي فيما هو مرتبط بالجامعات المتقدمة اذا كانت رقمية او تكنولوجية والملحق بها المراكز البحثية، مش المراكز البحثية المنفصلة، انا اقصد المركز البحثي التابع للجامعة ذاته اللي هو بيستقبل المتفوقين من عند داخل هذه الجامعة ويبدأ ينمي قدراتهم وابتكاراتهم داخل هذا المركز البحثي ويبدأ يفعل آليات عمل هؤلاء الطلاب او الناجحين او المتفوقين. وشفنا انه معظم عظمائنا اللي سافروا الى الخارج وخدوا جواز زويل وغيره من اللي خدوا جواز على نطاق الدولي خدوا جواز على نطاق الدولي بموجب جامعات عندها هذه الآلية. فانا متصور انه ده توجه كبير الى حد كبير جدا نستفيد منه خلال المرحلة القادمة، ومن الممكن انه يضيف اليكي يعني قيمة وقدرة كبيرة على انك انت تشكلي شكل من اشكال المنافسة على نطاق الدولي ونطاق الاقليمي. بكل تأكيد دكتور مختار، خاصة احنا بنتكلم دلوقتي على عدد الجامعات، كنا في 2014 49 جامعة، دلوقتي بنتكلم على 92 جامعة. بس هي مش الفكرة كمان في العدد، الفكرة في الكيف اللي انت بتقدمه، خصوصا كمان يا دكتور مختار ان كان في نقطة تم مناقشتها امبارح، فكرة المدارس التطبيقية والتكنولوجية، ان انت المدرسة يعني فكرة التعليم الفني، لان احنا عانينا لسنوات طويلة دكتور مختار بان النظرة كانت التعليم الفني نظرة يعني متدنية نوعا ما، وان الشخص ده يعني ما كانش يجيب مجموعه مثلا ثانوية عامة. دلوقتي لا، بالعكس على فكرة بيتعملوا اختبارات وقدرات وفي نفس الوقت مجال الشغل بتاعه مستنيه يعني. صحيح. انا اتفق معاك كويس قوي بانه القيمه في مدى قدره الجامعه وتاثيرها. خلينا نقول الجامعه زي الجامعه الامريكيه اللي انا اشرت معاك اليها زي جامعه هارفارد دي، كان حجم وجودها في يوم الاستفتاء على انقسام السودان شماله وجنوبه اكبر من حجم الدول العربيه مجتمعة. يعني شوفي حتى في المجال السياسي نفسها الجامعه وحجم تاثيرها. لانه الجامعات في العادة هي جامعات شبابية والشباب في ريعان شبابه، عنده الطموح وعنده التطلع وعنده الطاقة وعنده الحماس وعنده الأدوات والآخر من هذا القبيل. انت بس كدولة خشي وشكله شكل اضبطي أدائه وحط الإطار القانوني اللي يحكم عمله واديله حركة الانطلاق اللي إلى حد كبير جدا يستطيع أن يكون مؤثر فيها، وخلي الجامعة تكون فيها شكل من أشكال الابتكار، ما يكونش فيها شكل من أشكال التردد أو الخوف أو القلق. يعني إحنا يعني عايزين المسؤولين يكونوا على قدر الطموح والتطلع اللي احنا بنشوفه من قمة السلطة التنفيذية، يكون عنده نفس التطلع ونفس الطموح وإلى حد كبير جدا يدوا الفرصة ويكون صاحب قرار ويستطيع أن يوقع عليه. دي مسألة مهمة جدا، دي مسألة مهمة جدا دكتور مختار. وإحنا عندنا الحقيقة تجارب، يعني تجربة محترمة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اسمها مدارس المتفوقين. المدارس دي موجودة على مستوى محافظات الجمهورية، هي بدأت بمدرستين، مدرسة في المعادي للبنات ومدرسة في أكتوبر للبنين، بعد كده تم تعميمها في معظم محافظات الجمهورية، تقريبا بنتكلم عن 9 مدارس يعني. بس فيها الفكرة حضرتك بتقول عليها دكتور مختار، فكرة إن هم يعني دراستهم قايمة على منهجية البحث العلمي الابتكار وإزاي يوجدوا حلول لمشكلات المجتمع المصري. أصل إشكالية المدارس الفنية إن هي مدارس بتاخد تعليم طابع متوسط او فوق المتوسط. دايما طموح الطالب دايما لا، بس دي بعد العالم. دي ثانويه عامه بس متفوقين حقيقة. يعني هي بعد اعدادي بيبقى لازم مجموع معين في العلوم والساينس يعني والرياضيات اختبار يعني زي قدرات كده ومدرسه داخليه. وسعي بقى من حجم هذه المدارس ووفر فرصه العمل الخاصه بيهم. دي الادوات المهم ان ازاي تعملي بالانس بين المدرسه التكنولوجيه الفنيه المتخصصه اذا كانت كهربائيه او خاصة ببرمجات الكمبيوتر أو خاصة بغيره أو غيره، وتدي فرصة توفر فرصة العمل المتاحة لهؤلاء الخريجين بعد تخرجهم. بالعكس هتلاقي إقبال شديد جدا عليهم. وأنا متصور إذا تم تيسير فرصة العمل المناسبة لهؤلاء الخريجين هتلاقي إقبال شديد. بس التفكير اتغير يا دكتور مختار من وجهة نظر حضرتك لأولياء الأمور؟ التفكير متغير بس هو دايما أولياء الأمور بيسعوا إلى أولا التعليم العالي
ثانيا بيسعى الى التعليم اللي من خلاله بيقول ان فرصة العمل هتكون متوفرة. هي اشكاليتك انك انت النهاردة تبقى تعليم عالي وبعد التخرج ما تلاقيش فرصة شغل. لو المدارس التكنولوجية او المدارس المتطورة او المدارس الفنية او المدارس الهندسية اللي هي 5 سنوات بعد الإعدادية قدرت انك انت توفري ده وتتيح فرصة العمل من خلال المناطق الصناعية او من خلال المراكز البحثية اللي هتكون موجودة بره، لا هتلاقي شكل من اشكال الاقبال عليها شديد يعني. مظبوط، وهو ده المهم دكتور مختار. صحيح. ان الثقافة والوعي لكل الفئة الطلاب او اولياء الامور تختلف وتتغير الفترة الجاية علشان نواكب العصر كلنا. صحيح. يعني دولة وعموما طلاب. صحيح. طب خلينا ننتقل مع حضرتك لخبر اخر هام بقى، باعتبارنا يعني خلاص الجدول الزمني للانتخابات الرئاسيه المرتقبه تم الاعلان عنه من قبل الهيئه الوطنيه للانتخابات، فنقرا على حضراتكم هذا الخبر. حيث عقدت الهيئه الوطنيه للانتخابات امس بالتعاون مع وزاره التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الهمم اولى دورات تدريب المدربين من الرائدات الريفيات ومدربي ذوي الهمم بمعرفه المستشار علاء قنديل والمستشاره نيرمين اسمر اعضاء الجهاز التنفيذي وبحضور ممثلي وزاره التضامن الاجتماعي المجلس القومي لذوي الهمم وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة، وذلك في إطار الخطة التدريبية الموضوعة من مجلس إدارة الهيئة والتي كلف الجهاز التنفيذي بتنفيذها للتوعية والتثقيف بأهمية المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية وأولها الانتخابات الرئاسية المقبلة. دكتور مختار، أنا فاكرة أن في 11 سبتمبر اللي فات تم توقيع بروتوكول بين الهيئة الوطنية للانتخابات وبين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الهمم بفكرة كيفية إتاحة الفرصة والتسهيل والتيسير على إخواتنا وأهلينا من ذوي الهمم للمشاركة في حقهم طبعا الدستوري والديمقراطي وهو الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفكرة أن احنا يكون في الطوابق الأرضية لإخواتنا من ذوي الهمم حتى المكفوفين بطريقة التصويت بطريقة برايل في غيرها من التيسيرات اللي ممكن تكون لأول مرة بيتم اعتمادها. كيف ترى هذه الخطوات وعموما الاستعدادات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ يعني خليني أقول لك مثل هذه الخطوات، إذا كنت بتكلم عن ذوي الهمم أو بتكلم عن كبار السن أو العواجيز بالمناسبة ليهم مشاركة أكبر يعني في كل استحقاقات اللي إلى حد كبير جدا بتيسر لهم المشاركة في العملية الانتخابية، ده معنى ده إنك أنت داخلة على عملية زخم انتخابي عايزة حجم مشاركة واسع وكبير. بالتأكيد احنا نتمنى ان احنا نرى مشاركة انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة بحجم وقدرة وقيمة مصر. احنا عايزين للصندوق 30 و40 و50%، مش عايز اكتر من كده، يعني احنا نطمع يكون اكتر من كده، احنا مش اقل من 60 و70% من الدول الاخرى، ونشوف اقبال ونشوف شكل من اشكال المنافسة اللي في النهاية تفرز لنا ادوات تستطيع انها تتعاطى مع هذه الدولة الكبيرة. انتخابات رئاسية كلنا بنطمع ان احنا نشوف انتخابات بشكل ديمقراطي فيها شكل من اشكال المنافسة ما بين مجموعة من المرشحين، في النهاية نرى انتخابات يكون التعقيب عليها من قبل الادوات المراقبة ومن قبل المجتمع المدني ومن قبل الهيئات الدولية وغيره بانه مصر خاضت انتخابات رئاسية على مستوى عالي وعلى مستوى قيمة مصر في بناء الجمهورية الجديدة اللي احنا بنتمناها خلال المرحلة. بكل تأكيد يعني يمكن في استعداد كبيرة جدا قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات والدولة المصرية عموما، لكن دايما الرهان الأول والأخير على المشاركة من قبل الناخبين لأن هو ده الميزان، يعني هو المواطن في النهاية اللي بيحسم المسألة الأساسي. صحيح بالظبط بالظبط. إن شاء الله نشهد انتخابات رئاسية مقبلة يعني بإذن الله بمشاركة تكون إيجابية كبيرة من قبل الناخبين. خلينا ننتقل مع حضرتك والسادة المشاهدين لملف الصحة وإشادة جديدة من قبل الدول المختلفة لملف الصحة في مصر، حيث أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان عن فوز مصر بالجائزة البلاتينية في قيادة الصحة الرقمية على مستوى الوطن العربي، وذلك في إطار المبادرة الذهبية التي أطلقها اتحاد المستشفيات العربية بهدف تعزيز التحول الرقمي في الرعاية الصحية بالوطن العربي. وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى
أن فوز مصر لأول مرة بهذه الجائزة يأتي ترجمة لسعي القيادة السياسية والحكومة نحو التحول الرقمي وشهادة نجاح لكافة الشركاء الفاعلين في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومؤكدا أن التحول الرقمي هو حجر الزاوية لأي مجتمع يسعى للارتقاء وتطوير خدماته الصحية. طبعا دكتور مختار، واحنا بنتكلم على الجائزة دي طبعا يعني هي شهادة جديدة بتضاف لقائمة الشهادات اللي يعني تم حصولها وحصول مصر عليها الفترة اللي فاتت، سواء بجوائز أو حتى بإشادات دولية من قبل الدول الأخرى بكل الحملات والمبادرات الرئاسية الصحية، سواء 100 مليون صحة أو حتى مبادرة 100 يوم صحة اللي لسه كانت موجودة من 25 يونيو الماضي، أو منظومة التأمين الصحي الشامل اللي بدأت في 2019، أو حتى كل المبادرات السابقة. فيروس سي. مظبوط طبعا فيروس سي. دكتور مختار، كيف ترى ملف الصحة في مصر؟ وماذا تعني هذه الجائزة؟ وكيف أن يمكن أن نبني عليها الفترة القادمة إن شاء الله؟ يعني جائزة في التحول الرقمي لعملية التأمين الصحي أو عملية المستشفيات أو الأداء الصحي شيء رائع وجميل. بس اللي بنتمناه إن احنا نرى المرحلة القادمة، مرحلة ثورة صحية على غرار الثورة التعليمية اللي سيادة الرئيس بيتمناها، نرى ثورة صحية من خلال وحدات صحية تكون كاملة المرافق والأدوات موجودة في القرى والنجوع، تكون مؤهلة لاستقبال المرضى وموجود فيها من الأطباء ما يستطيع أن يوفر حاجة القرى والنجوع الموجودة إبلي وبحري، دون الضغط على المستشفيات المركزية أو العمومية اللي بتبقى موجودة في المحافظات أو المستشفيات المركزية اللي احنا بنشوفها في القاهرة. دي الأدوات الصحية اللي من وجهة نظري نرى من خلالها يعني منظومة صحية متكاملة، قادرة متكاملة على أنها تستطيع أن تصل إلى أي مواطن في المكان المقيم فيه. أنا متصور إذا وصلنا إلى اليوم ده، وإذا وصلنا إلى التاريخ الذي نستطيع أن احنا نقول الوحدة الصحية الموجودة في القرية الفلانية التابع للمركز الفلاني التابع للمحافظة الفلاني كفيلة ومؤهلة لاستقباله كرعاية مركزة واستقباله كأطباء واستقباله كسراير وغيره، أنا متصور نستطيع أن احنا نحصل على جوائز كبيرة جدا في هذا النطاق اللي احنا نتمناها خلال المرحلة القادمة إن شاء الله. دكتور مختار، وبذكر حضرتك كمان للجزء الخاص بالتعليم والصحة، كمان مستشفيات الجامعية الحقيقة يعني حصلت على تطوير كبير ورفع كفاءة ليها، لأنها كانت لفترة طويلة بتعاني من إهمال. صحيح. حتى شاركت المستشفيات الجامعية في القضاء على قوائم الانتظار، واحدة من المبادرات الرئيسية المحترمة جدا والحالات الحرجة تحديدا، فنتمنى المزيد إن شاء الله. صحيح. الفترة القادمة. طيب دكتور مختار، هنختم جولتنا النهاردة مع حضرتك. تعالي بقى للشأن الدولي. الشأن الدولي حضرتك متخصص فيه طبعا، حضرتك متخصص في كل حاجة بالشأن الدولي كمان، وتحديدا طبعا يعني الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة. من الشأن المحلي ننتقل مع حضراتكم إلى الشأن الدولي، حيث ظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكلوف الذي أعلن الجيش الأوكراني أنه قتله في صور وزعتها وزارة الدفاع الروسية أمس. وظهر المسؤول في الصور بزي عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. ولفت بيان لا يذكر اسم المسؤول إلى أن الاجتماع جرى أمس، وكان الجيش الأوكراني قد أعلن أول أمس الاثنين أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة يوم الجمعة على مقر البحرية في سيبستوبول في شبه جزيرة القرم. قتل أم لم يقتل؟ حرب نفسية. ويعني الحقيقة يعني يا دكتور مختار، احنا شايفين الفترة اللي فاتت تصريحات يعني مستمرة من قبل روسيا ومن قبل أوكرانيا ومن قبل أمريكا، وكان في حتى الكريملين أعلن، متحدث باسم الكريملين قال ان الدبابات ابرامز الامريكيه لما تاتي داخل اوكرانيا ويتم استعمالها سيتم احراقها، وانها مش هتغير حاجه في توازن القوى بين روسيا وبين اوكرانيا، وان هيهات يعني الهجمات المضاده من قبل اوكرانيا يعني لا تاتي ثمرها. كيف ترى الحرب الان والازمه على ارض الواقع؟ شوفي، يمكن مساله انا قلتها معاك، هذه الحرب لو ادركنا سببها ولو علمنا السبب الرئيسي لقيامها، وهو يعني إعادة النظر في هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كقطب وحيد على مستوى العالم، ولا فروف الإنهاء
هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كقطب واحد على مستوى العالم. هذه مسألة محسومة. يعني مسألة الجدل الدائر حوالين قتل أحد القادة العسكريين أو حوالين ضرب مش عارف إيه. أوكرانيا هبت السماء إلى الروس، والروس خلاص سيطروا على الشرق الأوكراني بالكامل، شبه جزيرة القرم ولوهانسك ودوندستك وغيره، والمناطق الأخرى بينهوا البنية التحتية الخاصة بها، لأن هو صراع ما بين الشرق والغرب حتى آخر جند أوكراني. يعني للأسف الشديد أنه أوكرانيا آتت كسلم لإنهاء هذه الهيمنة الأمريكية وصعود أقطاب أخرى على نطاق الدولة ونطاق الإقليم، على رأس القطب الروسي والقطب الصيني، اللي إلى حد كبير جدا مزعج ومرعب للولايات المتحدة الأمريكية. أنا من وجهة نظري أن هذه الحرب لن تنتهي إلا بأمرين. الأمر الأول أن ترتضي الولايات المتحدة الأمريكية بأن القطب الروسي والصيني أصبحوا أقطاب فاعلين على قدم المساواة، وإنه عليها أن تصبح وتتبدل الوضع من دولة ذات من عالم ذات قطبية واحدة إلى قطبيات متعددة، أو أن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية، ودي مسألة مستحيلة أنا لا أميل إليها، أن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تهزم طموح الصين والروس وتنهي مسألة الصعود الروسي والصعود الصيني. ودي برضو مسألة. طب مين الأقرب لتحقيق حلمه دلوقتي دكتور؟ الروس والصينيين. الروس والصينيين هم الأقرب، ومعطيات كثير جدا من منافذ الصراع هي الأقرب. ولو انت تابعتي معي الجدل الدائر ما بين البولنديين وما بين الاوكرانيين عن بولندا تحديدا، فيما هو مرتبط حتى بدخول المساعدات، حتى ان بولندا تطلع تصريحات من بعض المسؤولين البولنديين بان مساله دخول المساعدات العسكريه وغير العسكريه لاوكرانيا دي محل نظر الان. وقبل ده شفنا عمليه حشد ما بين بولندا وما بين بيلاروسيا، وانه الحديث الرئيس الروسي بان بولندا يعني عليها تتذكر بان جزء من ارضها ده ملك الالمان ودوها الروس للبولنديين بعد الحرب العالمية الثانية. دي كلها رسائل وضرب تحت الحزام، لأنه أنا كان وجهة نظري أن بولندا إذا وصلت يعني حجم المساعدات اللي بتدخل داخل الساحة الأوكرانية إلى حد يشكل خطر على الروس، هي داخلة في حدة الصراع لا بديل. وإذا بولندا دخلت الصراع، أو دول بحر البلطيق الثلاثة أستونيا ولاتفيا ولتوانيا دخلوا الصراع، دخلت في مشارف الحرب العالمية الثالثة اللي العالم كله يخشاها، خصوصا أن الروس أعلنوا عن توفير صواريخ الفرط صوت اللي هي قادرة على ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، وقيل بأن صاروخ واحد بس من هذه الصواريخ قادر على ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، وقادر على ضرب إنجلترا، وقادر على ضرب إحدى الدول الأوروبية الأخرى. المسألة مش سهلة إطلاقاً ومش هينة، وانت في مرحلة إعادة بناء العالم من جديد. السؤال المخفي، أين هو العالم العربي من هذا التطور، وما هو دوره فيه، وهل يستطيع أن يسابق الزمن ويخلق لنفسه قدر وقيمة وقوة جديدة في ظل هذه المعتقرات أو هذه المعتقرات الجديدة؟ أنا متصور ده السؤال الأكثر إلحاحا واللي المطلوب الإجابة عليه من قبل سياستنا في العالم العربي. أكيد، والفترة الجاية يعني هتكشف عن المزيد والمزيد. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، ضيفي الكريم الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على الإجابات التلغرافية المليئة بالمعلومات الدائمة. يعني أشكرك شكرا جزيلا دكتور مختار. بشكركم مشاهدينا على المتابعة. بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافة وأخبار النهاردة الأربعاء 27 سبتمبر، لكن لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا، ولكن بعد هذا الفاصل وابتهالات مع الشيخ إبراهيم شليبي بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل سنة وكل لحظة وحضراتكم طيبين.